مرحبا واهلا فيكم باخر تسجيل بسنه 2021 اللي يعني راح نحكي فيه الخلاصه حكينا كثير يعني تقريبا يمكن نشرنا اكثر من 500 تسجيل خلال العام الماضي تابعنا كل الاحداث ولكن احيانا لازم نحط كل شيء في سياق واحد نحاول نستنتج يعني امر ذو فائده من كل التفاصيل اللي دخلنا بالكلام عنها خلال العام الماضي الحقيقه انا بالنسبه لي شخصيا من خلال هالتجربه معكم ومراجعه كثير من الامور ومتابعه الاحداث وانه شوف شو في وراء هذه الاحداث والتعمق في اسبابها حتى احيانا نوصل لاكثر من مئة 200 سنه لاسباب لامور معينه. تبين معي بانه الدول تبنى على اسس. يعني لا يمكن ان تبنى دوله بدون اساس، هي قاعده عامه. و أول هذه الأسس أنه لازم يوصل الأشخاص المناسبين إلى مواقع المسؤولية لازم نمتلك آليات للانتقاء وللفرز لا وصول أفضل الأشخاص يعني الأشخاص اللي يتمتعوا بالكفاءة والقدرة والمسؤولية وأيضا كمان هي نوع من الموهبة يعني على فكرة العمل للصالح العام لازم يوصلوا لمواقع المسؤولية ونمتلك القدرة أيضا أو الآليات للقياس مهم كثير للمراقبه للمحاسبه لحتى نضمن اداء هؤلاء المسؤولين انه هن عم يشتغلوا للمصلحه العامه لان الحقيقه المصلحه العامه يعني الدوله بما فيها وبتكون كل الجهود موجهه لحتى نشتغل للدوله الدوله بتبقى وبتكبر وبتقوى لما ما بنكون بذهننا انه نشتغل مشان الدوله بما فيها وطبعا بالنهايه هي الغايه الانسان رفاه الانسان كرامة الانسان اذا ما اشتغلنا على على هالاساس او بهذا الهدف كيف بده يتحقق معنا؟ يعني هذا لازم يكون الهدف هلا في حال شذ احد المسؤولين او وصل بالغلط يعني حتى في الديمقراطيات احيانا بيوصل شخص غير مناسب لمنصب معين يتم استبداله يعني الضمان بانه هو ما يدمر الدوله معه بيكون في عنا مبدئين المبدا الاول هو تداول السلطه انه بتكون فتره وجوده محدوده وبالتالي الضرر ممكن يتسبب فيه للدوله محدود او بسيط وايضا في اليات في حال تسبب بضرر بالغ حتى بهالفتره القصيره ممكن يكون في اليات عبر العمل الحزبي عبر البرلمان عبر فصل السلطات لاقصاء هذا الشخص ومنعه من تدمير الدوله فاذا هذا اول امر انه الدوله يجب ان تبنى على اساس نضمن فيه وصول الشخص المناسب الى مواقع المسؤوليه وهذا الموضوع ما له بسيط بده كل الاليات اللي حكينا عنها اما اذا لغينا كل هذا الكلام واعتمدنا على رجل واحد كان مثلا عندنا الحكومه والقضاء والتعليم والطبابه والجيش والامن والحرب والسلم هي معتمده على رجل واحد بدون ما نمتلك اي اليات للقياس نشوف اذا بيشتغل صح ولا غلط وبدون ان نملك اليات المراقبه والمساءله وبدون ان نمتلك اليات او طرق للمحاسبه فبالنهايه سنه مع سنه سنه مع سنه حتى لو كان هذا الانسان جيد عبقري سنه مع سنه هو ما عاد يعرف حاله اذا غلطان ولا صح يعني كيف اذا ما في قياس كيف يعرف بصير القرار اللي بياخده هو القرار الصحيح والنتيجه اللي بيوصل اليها هي افضل نتيجه ممكنه لأن ما في قياس مثل نترك الموضوع هو للتقدير لكل لقياس كل الامور يلي قابله للقياس بزماننا بالكهرباء بالطقس بالكذا انه والله لا هو واحد اللي بيحدد فاذا عدم وجود هذه الاليات والاعتماد على كل شيء على شخص واحد اكيد راح يؤدي اخر شيء لانه نحن نكون قدريين ما نكون يعني معتمدين على العلم بقى عواد ما يكون في احصاءات ويكون في ارقام ومؤشرات هي اللي بتحدد انه يلي انجزناه جيد ولا مو جيد النتائج منيحه ولا منيحه انتصرنا ولا مو انتصرنا بصير الشغله مزاجيه بصير بتحل عوض العلم بحل بقى شعارات العاطفه مثل منحبك والله حاميها من الحكي واخر شيء بنوصل اللي وصلنا فيه نحن بسوريا الامر الثاني والاهم انه لازم نفهم انه بناء الدول وبقاء الدول وقوه الدول لا يعتمد فقط على العنصر الداخلي من منذ الازل في تنافس وفي صراع كان الصراع ياخذ اشكال مباشره بالسيف والترس والقوه العسكريه اليوم الموضوع صار اكثر تعقيد بكثير يعني قبل كان قادر من القاده العسكريين اللي عنده كاريزما عنده قوه بدنيه معينه يجمع اكبر عدد ممكن من الجنود كان ممكن يبني امبراطوريه وهذا يعني بالتاريخ في كثير من هالنماذج ولكن اليوم صار الموضوع مو بس محتاج لقوه محتاج للذكاء محتاج للبحث، محتاج للعلم، محتاج للتكنولوجيا، صار الموضوع معقد كثير، صار يعتمد على اسس مع الاسف نحن اليوم لا نمتلك اي شيء منها، يعني اليوم كيف في دوله بدها تصمد وتضل هي على قيد الحياه باقيه بدون مراكز ابحاث، بدون مفكرين، بدون عقول. كيف شخص واحد عقل واحد مره ثانيه مهما بلغ من العبقريه، كيف هذا العقل بده يهزم جيوش من العلماء والمفكرين والأذكياء أو كلمة الذكاء أنا أركز عليها لأن هذا الموضوع صار هو أساس المعارك والصراع في العصر الحديث الذكاء الذي يعتمد على المعرفة والأبحاث ومعرفة كل التفاصيل وكيف نتدخل في هذه التفاصيل ونحدث التغييرات لمصلحة طرف بدون طرف وفي معظم دول المنطقة وسوريا واحدة من هذه الدول نعتمد على عقل رجل واحد هو في كل شيء ما بدي أرجع عيد هو يخطط لكل شيء في الصناعه في التجاره في الدين حتى في في الدين في الاسره في في الطب نستعيد عن مراكز الابحاث يعني إذا ناخذ الولايات المتحده حتى اعدائنا مثلا مثل اسرائيل مئات مراكز الابحاث في كل الاختصاصات لا يمكن تخطيها هي التي تضع التصور وتضع السيناريوهات وتضع تقترح الحلول يبقى لصاحب القرار ان يتخذ الانسب ولكن ليس هو من يبني كل شيء من الصفر اتخاذ القرار هو مو خاطره هو مانو يعني قصيده شعر او وعي مانو يعني والله وهم ما بدنا نعتمد على العلم اليوم هذا الواقع مثل ما حكينا اليوم الموضوع تغير جدا كيف فينا نحن نهزم القوي يسيطر على الضعيف والقادر يسيطر على العاجز والقدره هي في العلم القدره في العمل الجماعي مبني على تراكم المعرفه لا يمكن لشخص في موقع المسؤوليه مره ثانيه بكررها مهما بلغ من العبقريه او مهما كان مقتنع بانه عبقري ان يتغلب على الاف العقول ان يتغلب على الاف مراكز الابحاث ان يتغلب على تركيبه معقده جدا اليوم بوجود التكنولوجيا من الذكاء الاصطناعي والبشري بالحكي مين كان بيحسن بيحكي مين كان بيطلق اي كلام ولكن مع الاسف الحقيقه هي توازي الفعل توازي شيء قابل للقياس اما الكلام ممكن اي واحد يتكلم بالهراء وبالنهايه ما راح ينعكس اي شيء على ارض الواقع نحن اليوم عم نعيش اللي عم نعيشه لان خسرنا الصراع ببساطه لان في دول حتى قريبه مننا كثير هي اعتمدت على العلم وعلى تراكم المعرفة على الأبحاث على العقول على بناء دولة على أسس حقيقية على المراقبة على المحاسبة على تبادل السلطة على تحرص على وصول الأشخاص المناسبين إلى الأماكن المناسبة الذين يعملون للصالح العام نحن ما كان عندنا دولة عم تشتغل للمصلحة العامة ولا كان هذا في حسابات الناس المسؤولين علينا واليوم ما ضل عنا غير هالتجربة المريرة يلي لازم نتعلم منها وعلى الاقل نوصل لمفاهيم وننشر هذه المفاهيم انه كيف الانسان ممكن يعيش في الرفاه والكرامه من خلال الحفاظ على الدوله وان يبني اليات وتوصل اشخاص قادرين يعملون للمصلحه العامه، لازم نفهم هالدرس، يعني هالعباره قديش صغيره ولكن هي الملخص. لازم نفهمها منيح ونؤمن بهالملخص الصغير هذا يلي له معاني كبيره ونحرص وقت تسنح ان الفرصه مره ثانيه وان شاء الله بتكون الفرصه سانحه مره ثانيه لحتى نحقق المفاهيم في بناء الدوله شكرا لمتابعتكم كل عام انتم بخير ان شاء الله السنه الجايه بتكون اقل سوءا من السنه اللي عشناها وسنين الماضيه اللي عشناها الى اللقاء في تسجيل قريب